السلام عليكم. في سؤال بيسأل ازاي اضيف تشيك بوكس في قلب الاكسل. طيب اول حاجه اعملها ان انا هاجي هنا في الفايل واقول له انا عايز الاوبشن، ومن قلب الاوبشن هقول له كاستمايز ريبون، واقول له انا عايز الديفلوبر يظهر معايا، هيظهر للديفلوبر هوت، واختار الخليه اللي انا عايزها واقول له انسيرت، واختار من هنا التشيك بوكس. طبعا تقدر تعمل اي حاجه من الحاجات بتاعه الفورم كنترول، وبعد كده تبدا تحطه مثلا هنا اهو بالشكل دوت. تقدر تيجي تعدل التكست زي ما انت عايز، تدي له الاسم اللي هو اللي عايز تغير الاسم اللي انت عايزه. تقدر تيجي هنا دلوقتي دي بقى جزء من الخلية، تقدر تسحب كده يظهروا عندك بالشكل دوت. تقدر تعلم على الخانات اللي انت عايزها، مثلا هنا مين اللي جاي مين اللي ما جاش.